الجسم برضو عايز اقول لك حاجه، الجسم بتاعنا مش غبي، احنا مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع الجسم بغباء. صح. يعني انا مثلا وليكن انا عايز اخس، فخلاص لا انا همنع كل ده وهشيل ده وهعمل ده، بتنزلي في ايوه، ما الوزن، ينفعش نمنع كل بتنزلي حاجة. بتخسي بالفعل، بالفعل انت بتخسي، ما بتمشي على يعني بتمنعي وتعمل، لكن بمجرد الجسم اول ما بتديله براح، اما الجسم بتديله براح بيتخن قوي. ليه بقى؟ لان الجسم بتاعنا مش غبي، انت عايشته في فتره من المجاعه، عايشته في مجاعه، يعني فكنتيجه للمجاعه اللي انت معيشها له هو خايف تحدث هذه المجاعه مره تانية، فيبدا يخزن الدهون بشكل كبير جدا، لان هو قبل كده عانى معاناه طويله جدا وحالات من الاضطرابات الداخليه، فهو عايز يعمل توازن داخلي للجسم، فخايف. فالاصل ان احنا نحب جسمنا، ناكل كل حاجه ونخس. ممكن تشترك في قناتنا دعما لينا علشان ننشر المحتوى النافع. شكرا ليك، سلام عليكم.